من أجل تحقيق التطلعات التنموية وفق المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعمل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدة مشاريع نوعية وبرامج حيوية من خلال الإشراف على تنفيذ خططها وتوفير كامل الدعم للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذها وفق أعلى المعايير، جاعلة التنفيذ وفق الرؤى نصب عينيها في كافة أهدافها وخططها التي تتابعها بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية. وقد أولت اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد تعزيز البنية التشريعية لمملكة البحرين اهتماما في اجتماعاتها عبر إشرافها على إصدار وصياغة حزمة من التشريعات النوعية الهادفة لتعزيز مسار التنمية في مملكة البحرين. مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون التي تقف على قاعدة صلبة من التشريعات والقوانين المنبثقة من روح الميثاق والدستور لتنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات والداعم الرئيسي لمسيرة البحرين التنموية بما يخدم الوطن والمواطن. هناك العديد من التشريعات التي خططها الحكومة في إطار توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة التي تتعلق بمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين. وتعزيزاً للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عملت الحكومة على إصدار أكثر من 100 قانون ومرسوم بقانون بالتعاون مع السلطة التشريعية منذ بداية برنامج عمل الحكومة 2015-2018. يمكن اللجنة التنسيقية هي تعتبر الدينامو المحرك للعمل في السلطة التنفيذية. اليوم أغلب لما يكون جميع الوزارات تعمل مع اللجنة التنسيقية، ليس فقط في مجال التشريعات، حتى في الإجراءات وطريقة العمل وكيف نستطيع أن نتقدم إلى الأمام. اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أشرفت على متابعة حزمة من التشريعات المتصلة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وغيرها من المجالات بهدف تعزيز مسار التنمية في مملكة البحرين، وكان من بينها تشريعات نوعية منها قانون الأسرة وقانون تنظيم القطاع العقاري وقانون السجل التجاري. كان لهيئة التشريع والإفتاء القانوني دور كبير خاصة في القوانين اللي اصدرت في الفترة الأخيرة، وكان في تعاون كبير بين الهيئة وبين اللجنة التنسيقية. إذا كنا نريد أن يكون هناك تنمية، فالتنمية لها عدة مجالات، سواء كان على مجال اجتماعي المحافظة على الأسرة كنوادر المجتمع، سواء في مجال تطبيق العقوبة وكيف نعيد إدماج من انحرفوا ارتكاب بعض الجرائم أيضا في مجتمعهم، وأيضا في المجال الاقتصادي وكيفية تقديم الخدمات في المجتمع وإشراق القطاع الخاص ومتطلبات أكثر تستطيع أن تلبيها هذه التشريعات اللي هي متطلبات التنمية في مملكة البحرين. صدور حزمة التشريعات والقوانين خلال الفترة الماضية تعد نقلة نوعية للسياسات والأنظمة المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية وغيرها من المجالات الحيوية والتي ستسهم في تعزيز مسار التنمية في مملكة البحرين.